اللي صار معنا على التليفون احسان الجردي لنتعرف على اخبار الطقس والمنخفض لامتى رح يستمر. يسعد صباحك استاذ حسان. يسعد لي صباحك. يا هلا، صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. صباح البرد والمنخفضات قال. هلا صباح الطاقه الايجابيه، صباح الخير، صباح التفاؤل. اهلا وسهلا. كثير البردات حلوين. شتويه بدون برد ما أنا مقبوله، بدون امطار ما حلوه، ما اسمها شتاء، وخصوصا نحن هلا بمركزيه فصل الشتاء اللي هو المربعانية، وبتيجي بعدها خمسينية الشتاء. الشتاء هو عبارة عن 90 يوم، اختلف النصف الأول من المربعانية عن النصف الأخير. النصف الأخير كان متميز بهطولاته وببروداته، بالطقس اللي هو أثر على الجغرافيا السورية، فهذا شيء كتير حلو، بيدعم مخزون المياه الجوفية، بيدعم المعدلات المطرية، بيدعم فترة الانقطاع للأمطار والكميات اللي فيها اختلاف ما بين معدلات السنة هي والسنوات الماضية. تفضلي. طيب خلينا نعرف من حضرتك أكثر، شو التوقعات اليوم وبكرة؟ في ثلوج، في تساقط أمطار أكثر؟ هلا نحن الطرقات كيف حتكون يعني؟ هلا بشكل عام، بشكل عام نحن عم نتأثر بمنخفض قطبي المنشأ. هذا المنخفض مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة والرطبة. عم نتأثر نحن بأطراف هيدي الكتلة، أطراف هيدي الكتلة عم نتأثر فيها، وعم يكون التأثر مو على كامل الجغرافيا السورية. حالة عدم الاستقرار هي عامة وشاملة، ولكن الفعالية شديدة وتختلف من منطقة إلى أخرى. فالمناطق الساحلية والشمالية الغربية والشمالية كان بدايات هذا المنخفض من مبارح، كان فيه هطولات متميزة تجاوزت 60 مليمتر بمدينة القرداحة، 65 ميلي بإسلنفة، كان في عنا هطل ثلجي 17 سنتيمتر، وهطل المطر يبلش بالبداية 1.5 ميلي، فمجموع الهطل كان 15.1. بكسب كان في 41، بالمزارعة 58، بمحافظة طرطوس كان في 29 مليمتر، بمدينة سرغايا هطل ثلجي 8 سنتيمتر، وبحينة كان في 4 سنتيمتر، والهطل الثلجي بلش بمنطقة سرغايا وحينة خلال ساعات الصباح الباكر بشكل خفيف ومتقطع. الهطولات رح تكون بداية هطولات مطرية من الساحل السوري للشمال الغربي، غزيرة مترافقة بالعواصف الرعدية، بيمتد التأثير كلما تعمق المنخفض ليمتد إلى باقي المناطق. رح يكون الهطل الثلجي بداية بلش من 1200 وما فوق الهطل التراكمي، مع تعمق المنخفض وازدياد الفاعلية الجوية رح يتدنى مستوى الهطل الثلجي حتى ارتفاع 900 متر مع ساعات ذروة هذا المنخفض اللي رح تكون من ساعات مساء اليوم حتى ظهيرة بكرة، بهطل ثلجي تراكمي على ارتفاع 900، واحتمال يتدنى مستوى الهطل الثلجي، لكن هطل ثلجي غير تراكمي حتى ارتفاعات 700 متر، رح يكون هطل ثلجي غير تراكمي او غير قابل للقياس، ومدته الزمنيه قصيره، انه ما يستمر، ما له ديمومه، فقط انه ما فينا نحن ننفي انه ما نزل الثلج، رح ينزل ثلج بس ما يستمر وما يتراكم وما ياخذ مده زمنيه طويله. اما الارتفاع، كل ما ازداد الارتفاع كل ما كانت الهطولات الثلجيه تراكميه، وبيكون بقاء الثلج بهيدي المناطق اكثر، والهطول الثلجي بهيك حالات هو افضل بكثير من الهطل المطري، لانه هو خميره. نعم. الارض، هو بيغذي المياه الجوفيه بشكل كبير، تاخذه التربه بشكل بطيء، وبيقضي على البكتيريا الموجوده بالتربه وبيعقم وبينظف الغلاف الجوي. هلا في نشاط بسرعه الرياح اليوم، رح يكون الرياح الغربيه الجنوبيه الغربيه في عليها نشاط واضح، بتتجاوز سرعه الحبات ال 55 كيلومتر بالساعه، خاصة بالمناطق الجنوبية، وبكرة رح توصل سرعة الهبات لل 65 كيلومتر بالساعة. البحر عم يكون من متوسط إلى عالي ارتفاع الموج أحيانا، ونهار بكرة خلال ساعات بعض الظهر رح يتحول البحر إلى خفيف إلى متوسط الموج. رح تكون الأجواء مستمرة معنا هيك حتى ساعات مساء نهار بكرة، بعدين بيكون في شوية انخشاعات وبميل الجو للاستقرار، وبتهدأ العاصفة وبيبلش الجو ينحسر المنخفض عنا تدريجيا بداية من صباح يوم الجمعة، مع فرصة بتضل موجودة لهطولات مطرية خفيفة إن كان بالساحل أو بالشمال الغربي، بالإضافة إلى هطولات ثلجية بالمناطق اللي بيزيد ارتفاع عن 1000 متر وما فوق، والحرارات في عليها انخفاض
واضح وملحوظ تدنى لا تكون اقل من المعدل من 5 الى 7 درجات مئويه، واما الحرارات الصغرى خلال ساعات التبريد الاعظمي عند وش الصبح خلال ساعات الصباح الباكر راح تكون الحرارات بالمناطق الجبليه تصل تقريبا للناقص 10، منطقه سرغايه عم تسجل ناقص 10 هلا، والشماليه والجزيره والبادية رح تكون بين الناقص 1 للناقص 4، أما العصميات رح تكون كلياتهم أقل من المعدل تقريبا بين 5 إلى 7 درجات مئوية. نعم تفضلي. نعم، يمكن كمان مثل ما قلت انه في استقرار يوم الجمعه راح يكون بالطقس، يعني التوقعات الاستقرار راح يكون جزئي بدايه من المناطق يعني الساحليه. دائما سؤال المواطن انه امتى راح ينتهي المنخفض، في امطار لبعدين، كيف راح يكون الطقس لبعدين؟ هلا هيدا المنخفض بتنتهي فعاليته بشكل عملي صباح يوم الجمعه، ولكن نتيجة الأوضاع اللي نحن موجودين فيها والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة إن كان بالساحل والتبريد احتمال يكون في فرصة لهطل زخات من المطر. الاستقرار رح يكون واضح بكافة المناطق من بداية الأسبوع القادم، ببلش بيكون في ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لحتى تكون الحرارة اقتربت من معدلاتها بإذن الله تعالى بمطلع الأسبوع القادم من نهار الأحد أو الاثنين. نعم، بدنا نشكرك على كل التوقعات اليوم، كثير نحن بحاجه نعرف كيف حيكون نهارنا وكيف حيكون الايام القادمه. شكرا لك الاستاذ حسان الجردي المتنبي الجوي، شكرا لك ولكل المعلومات. يسعد صباحك يا هلا. هلا يا هلا، يسعد صباحك وشكرا لك على المعلومات.